السلام عليكم. بدون مقدمات، في كلمتين واقفين لهان ولازم احكيهم، خصوصا لمشاهير السوشيال ميديا. على ما يبدو العالم تعود والناس زهقت وبطلت تتفاعل ولا تتاثر زي قبل، بس احنا في غزه ما تعودنا ولا حنتعود ولا بدنا نتعود على اللي بصير معنا. بكفة التعامل لكل شيء تمام والحياه رجعت طبيعيه، بكفة نزلوا طلعاتكم ونزلاتكم على السوشيال ميديا، بكفة نزلوا المطاعم والكافيهات والحفلات اللي بتروحوا عليها. احترموا انه في بشر زيكم في غزه مش ملاقيين اللقمه ياكلوها، احترموا انه في اطفال ماتت جوع في غزه، احترموا انه في ناس كل يوم بتستشهد وبتفقد احبابها واهلها وناسها واصحابها في غزه. تدخلش عندي على التعليقات الاقيك معلق يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، قلوبنا بتنحرق عليكم، وبعد شوي ادخل على الستوري عندك الاقيك بتطلع وترقص وبتتغني وفي حفله وفي نيله. يا بتكون هيك يا بتكون هيك. بدناش تعاطفك معنا اذا انت بدك تعاطف منظره وعشان الناس بتهجمش عليك. الله الغني عنك، لانه قضيه غزه وقضيه فلسطين اكبر من هيك بكتير. يا ريت كنا بس نفهم هذه الشغلة، لأنه أقسم بالله الواحد وصل على آخره. مش أنتوا اللي بتنذبحوا في غزة، مش أنت اللي بتنجبر تصور أشلاء وأطفال رؤوسهم بقى مقطوعة، مش أنت، مش أنت اللي بتيجي على ثلاجة الموتى بتلاقي 20 شهيد قدامك منهم أهلك، مش أنت، مش أنت اللي بتضطر إنك تصلي على الموتى تصلي على أمك وأبوك وأخواتك صلاة، مش أنت، بنحس حالنا من كوكب تاني، ولا كأنه إحنا عايشين معكم، ولا كأنه بيناتنا وبيناتكم أكم من متر. احترمونا يا جماعة، احترمونا، احترمونا، إحنا بشر زينا.